السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رجعنا لكم تاني بعد ما قطعنا الليمون عشان نوريكم ازاي نخزن الليمون الشعيري. كلنا طبعا عارفينه، الليمون اللي هو حجمه كبير دوت، وفي نفس الوقت بيبقى سعره مناسب لنا كلنا. هنمسك الليمون دوت هنعصره، وهوريكم ازاي ان احنا نخزنه بطريقة كويسة وفي نفس الوقت ما يجرالوش حاجة، لان ليه استخدامات كتيرة جدا 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 في البيوت. لماما نبدأ نعصر لماما، فهناخد الخطوات مع بعض واحدة واحدة. طبعا في ناس كتير بتقول لا ما خزنش الليمون بما ان هو بيمرر، فلا احنا هنوريكم الطريقة الجديدة اللي هي ان احنا نخزن الليمون من غير ما يمرر، لان هنحط عليه حاجات هوريها لكم دلوقتي، وخليكم معايا وتابعوني. وهنبدا الاول بعصر الليمون ونطلع قلبه. نبدا نعصره يا ماما. لازم الليمون شعيري يا ماما. هو بعد عصر افكر لازم المعلقه والكحاته. انا اكتر حاجه ما بحبش الليمون في العصر، استنى من بتسلى راح عشان صح عايز يطعم اكتر. بس هو ده الميه عشان يكون سهل، عشان هي كبيره هقطعه نصين كده عشان يكون سهل العصر. وعن كده كده هنحط القلب بتاعه، نبدأ نطلعه بالمعلقة. الله، انت بالمعلقة براحتك عشان ما تعورش السكينة. او انا هستخدم السكينة. ماما ده قبل كده لما حطيت معلقة شاي صغيرة ليمون زي دوت لما كنا عاملينه على الشاي طلع جميل جدا تحفه. ما هو بيبقى على الشاي بيبقى جميل، بيبقى على اليانسون، على البردقوش. مع البردقوش طبعا استخدامات كتير. قلبه بنحطه، وبرده بيكون حلو لما بيتحط على الصوص الصيني. تماما بتهزي يا ماما عشان ما بعرف. انا بعمل خلطه السمك، انا بعمل الوقت ما بكون قادر. طبعا احنا عصرناها وشلنا القلب، يعني بقت كده بالظبط، بقت قشر بس قشر. كمان هوريكم ازاي طريقة ان هو يتخزن وما يمررش في الفريزر. هنخزنه طبعا في برطمانات بلاستيك زي دي ما يمررش، لان طبعا الازاز ما ينفعش يتحط في الديب فريزر عشان ما يفرقعش، مش بيتحمل، ما بيتحملش درجة الحرارة الباردة. لا فالليمون طبعا عشان ايه يا ماما بيمرر، فاحنا هنحط له المكونات بتاعته اللي تخليه ما يمررش. انا قبل كده جربت الليمون باليانسون، ينفع؟ اه جميل، بيبقى جميل جدا. طب والنعناع؟ ليمون باليانسون، ليمون بالبردقوش، الشاي بليمون، كل ده جميل وفي نفس الوقت مفيد بقى في برد في يا ماما كده، بيظبط لك الدنيا. وفيتامين سي. هو لما بيكون متجمد اقدر استعمله ازاي عشان يكون حلو كده؟ بتاخد منه معلقه من البرطمان وتفكها بحبه خل وتستخدمه كانه فريش عادي. كانه فريش ومش هيمرر عشان احنا هنعمل طريقه. اه تحطه بقى على الرنجه كده ان شاء الله تعجبك. يتحط على تتبيله السمك. استخدامات كتير، استخدامات كتير. ما الليمون ليه استخدامات كتير جدا جدا. اه عشان احنا كمان داخلين على شهر 4 ورمضان، وسنوات طيبين. وسنوات طيبين. وشم النسيم. شم النسيم بيبقى الليمون غالي جدا. بس بيكون ولع. الكيلو بيوصل 50 جنيه. اه بيكون غالي جدا جدا جدا. فانت لو مخزنين ليمون بقى في البيت خلاص مفيش مشكله، ان احنا نطلع ونستخدم كانه فريش، كانه لسه جاي. نبدا بقى نطلع القلب. لان القلب ده يا جماعه مهم. بصوا نشيل القلب ونخليه قشر بس. كان في ليمون ضخم ولازم نشيله، انا ما ينفعش لاي حاجه تاني. نعمل هو الافضل الشعيري عشان هو ينفع بالكركديه. بطنه مليانه. لا ينفع بالكركديه؟ لا لا، هو الصحي اكتر ان هو يبقى بالشاي بالليمون، بردقوش بالليمون، ينسون بالليمون، كرابيا بالليمون. الحاجات دي كلها في الشتاء بتبقى جميله وبتمنع البرد وبتقوي المناعه. نبدا
انا كل ده في تاني ليمونه يعني واحده كبيره. ماما انت صفيها كويس. انا بصراحه بحب الليمون الشاري دوت عشان حجمه كبير. خليها وده في الاخر خالص. حجمه كبير وبيكون شاري. اوحش حاجه ان هو متعور بيجي عليها ليمون. واو هيطهر لك الجرح لانك دوت تعتبره زي مضاد الحياة وكده. ماما كمان كده ما فيهاش كمان. طعم هو جميل جدا. انا بس ما بستعملش السكين الا في القطع بس عشان اعرف اعصرها كويس واطلع قلبها. ماما هو عدد دول ده ايه ده؟ ده بردقوش بقى بالليمون الجميل ده. الله بص يا جماعه البردقوش لما بيتعمل بالليمون الشعير ده بيبقى جاحد جدا. البردقوش بالليمون مشروب مفيد جدا وعليه البردقوش نفسه حلو جدا للبرد للمغص حاجات بتاعت الشتاء. فيتامين سي للبرد حط عليه ليمون بيقوي مناعه وفي فيتامين سي للبرد وفي نفس الوقت بيدي المشروب نفسه طعم جميل جدا برضه. ليمون اه بيدي المشروب كده فعلا على طول يا سمير. ايه بردقوش بالليمون على طول. اه البردقوش بالليمون جميل جدا. اه مفيد كمان. لا وطعم جديد حلو كمان. الليمون ليه طعم جميل كده في المشروبات. الليمون الشعيري ده انا بحس ان هو يعني مسكر بيبقى احلى يعني بحبه عن الليمون العادي. الليمون العادي مش كده. الليمون العادي بقى استخداماته مثلا ايه؟ لو مش موجود مثلا لو يعني نظافة سمك نظافة فراخ. اه ملوخية الشاي دي جميل. انا خلصت اقول ليمونه ودي الخلعه الثانيه. بعد ما صفيناه بالقلب بتاعه من جوه عشان نستفيد بيه لان زي ما قلنا مع بعض ان الليمون الشعيري بيبقى مليان ميه. طيب هنيجي دلوقتي عايزين نخزنه. هنخزنه زي ما اتفقنا مع بعض في برطمانات بلاستيك وده علشان خاطر نحفظه في الفريزر والازاز. احنا فاهمين ان كلنا ما ينفعش ان احنا نحط ازاز في الفريزر. طيب في ناس بتقول ده بيمرر فاحنا عشان ما يمررش معانا النهارده هنحط له ربع معلقه ده حوالي لتر ليمون. هنحط له ربع معلقه ملح ليمون مع كوبايه صغيره زي دي كده خل ابيض مش اي خل. احنا فاهمين ان في خل تفاح وفي خل عنب. ماشي بس يا كوبايه بس تمام كده. ونحط بقى ربع معلقه خل ده كده كوبايه خل اهي ملح ليمون. وهنحط ربع معلقه ملح ليمون كده كويس. ده علشان خاطر نحفظه وفي نفس الوقت ما يمررش معانا. ونبدا نقلبه كده. نقلبه مع بعض كويس ونيجي حاطينه على الليمون. حابه بقى بعد ما يتجمد بتاخدي منه بالمعلقه زي ما اتفقنا مع بعض. بيدخل اكلات
بيدخل على السمك، بيدخل على الرنجة، فأي استخدام للليمون على الحلويات كده كده استخدامات الليمون كتيرة وما نستغناش عنها في أي بيت. قلبناهم مع بعض كويس. الليمون طبعا فريش طازة، ريحته جميلة جدا. هنعبي البرطمانات دي، نبدأ نعبي برطمانات جوه الحلة. ثانية يا يوسف عشان نخلص عشان ما فيش حاجة تقع. ايدك جوه الحلة يا سمير زي ما انا عاملة. طب ماشي عادي يا يوسف. سيبي يقوم انت اسكالي. خلاص ممكن بقى تسيبنا نكمل. ثانية يا سمير بقى. هنبدأ بقى الدقة ده عشان ما يقعش مننا. لكن القمع ما ينفعش القمع عشان القمع مش هيعدي الحاجات اللي هي الكبيرة دي. عادي نستخدمه دلوقتي. انا قايمه دلوقتي اصلا هعمل حبه سمك وهنشوف برضو السمك مع بعض هصورها لكم. هنوريكم بقى طبق القرميط الجاحد. بس احنا خلينا دلوقتي في الليمون كده. مالينا البرطمان اهو. ثانيه نخفه شويه عشان ده مليان جامد. البرطمان بيركب على البرطمان. نكتبه كويس. وده كده بعد ما خلص وتقفل بقى ليمون طازه فريش جميل جدا. اي استخدام هيبقى جاهز معاكي. مش هيمرر. مش هيمرر عشان خاطر الخل والملح الليمون اللي حطيناه. وتبقى معانا حبة ليمون فما فيش مشكلة مش هيخسر عشان زي ما اتفقنا ان استخدامات الليمون بتبقى كتيرة. وهنستعملهم دلوقتي في طاجن القرميط الجميل بتاعنا. نعمل مع بعض دلوقتي طاجن القرميط جميل طالبينه مني برضو فقلت اعمله لكم هصوره لكم واوريه لكم معايا. وباقي الليمون ده هيتخش معايا. وبكده نكون خلصنا الليمون. وخشوا بقى الفريزر. جربوه هيعجبكم وقولوا لي رأيكم ايه وان شاء الله هيعجبكم. مع السلامة. سلام في فيديو جديد.